عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله شواطنا تتواصل في صباح هذا اليوم. الشوط الخاص للقعدان الصعوب الانتاج تعلن انطلاقته ونسير وياكم يلا مقدمة هذا الشوط مع اللي قاد المسيرة وخذ المركز الأول منذ البداية وسيطر يلا مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللي قاد المسيرة ايضا وتغيير الى مقدمات الشوط في حدث تغيير من قبل شاهين خليفة بن مكتوم المحرمي تصدر قيادة الشوط. المركز الثاني غزير المملوك لحمود بن عبد الله بن عبيد الوهيبي. المركز الثالث مشاهدي الكرام رقم 11 تقريبا ايضا لم يدوم في كشف الاسماء ونرجم للجميع كل واحد يسجل مطيته. ايضا حذرنا عدة مرات ولكن للاسف عموما على كل حال اشوف الوصول الصالح بن عنوده العامري اللي استلم المركز الثاني لكن نكتفي بن عود الى مقدمة الشوط. عود بي الى مقدمة الشوط عود الى الصدارة. اتابع هني خليفة بن مكتوم المحرمي متصدر قيادة هذا الشوط وقايد للمسيرة. الثاني لصالح بن عنوده العامري اهل زاخر يطمعون يسجلون الانتصار المميز. المركز الثالث غزير يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. في المركز الثالث عينه الى المقدمه المملوك لحمود بن عبد الله الوهيبي. اللحظات الحاسمه اشتعلت الامور في شوط الصعوب. خليفه بن مكتوم لا زال هو المسيطر. غزير يرفع رايه الخطوره. اخو غزر بن ميا اللي خذت التسعيره في عاصمه الميادين يزورنا في الساد يرفع رايه الخطوره. لكن بن مكتوم اهل الزاهرة ام اهل الساد ياهي معركة ما بين بن مكتوم ما بارك الوهيبي. لكن خليفة بن مكتوم ينتزع المركز الاول. المركز الثاني لحمود بن عبد الله الوهيبي والمركز الثالث لصالح بن عنودة العامري. التوقيت 2:16. خليفة بن مكتوم وننوه يا اخوان الرقم يمتلكه هذا خليفة بن مكتوم رقم 86. خليفة بن مكتوم المحرمي فاز بالمركز الاول وحقق الانتصار الثاني لكن لم يسجل مطاياه ونرجو من كل واحد يسجل مطيته. بن عنوده 3 وحدات وبلغنا بالخبر جزاه الله خير والتهاني له على حصول شاهين بالمركز الثالث بهذا الشوط.